السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي حبيباتي، طالبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم حبيباتي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. وكما تعودنا حبيباتي، قبل بداية شرح الدرس ينبغي علينا أن نتعرف معا على القيمة الشهرية وهي الابتكار، والقيمة الأسبوعية وهي الصدق. قبل ظهور رسول الله عبد الكفار الأصنام، لما نزل الوحي عليه حمد الله الصمد وقام، ومضى يحكي الدعوة سرا ينشر في الناس الإسلام، ثم سعى بالدعوة جهرا صار لكل الخلق إماما، فبدعوته أشرق نور يملأنا حبا وسلاما. هيا بنا حبيباتي انظرنا إلى هذه الصورة، هل هذا التمثال ينفع أو يضر؟ أحسنتم حبيباتي، لا ينفع ولا يضر. هل يستطيع هذا التمثال أن يتكلم؟ أحسنتم حبيباتي، لا يستطيع أن يتكلم. إذن حبيباتي، درسنا اليوم بعنوان نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا ترون في هذه الصورة التي أمامكن حبيباتي؟ أحسنتم، غار حراء. نرى غار حراء. كان أهل مكة حبيباتي يعبدون الأصنام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأصنام ولا يعبدها. طب ماذا كان يفعل النبي حبيباتي؟ كان يذهب إلى غار حراء وحده ليعبد الله تعالى ويتفكر في خلق السماوات والأرض. وعندما كان عمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ من 40 عاما، أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام بالوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أين حبيباتي؟ وهو في غار حراء. وفي أي شهر حبيباتي؟ في شهر رمضان. طب ماذا فعل جبريل عليه السلام؟ خاطب جبريل عليه السلام سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا اقرأ. فقال محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني أنا ما بعرف أقرأ. قال جبريل عليه السلام اقرأ. قال محمد صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه الآية التي أمامكن حبيباتي من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكانت هذه الآية أو فكان ذلك أول نزول للوحي من عند الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا نتعلم حبيباتي من نزول الوحي؟ أن النبي لم يعبد الأصنام أبداً، وكان النبي يتفكر في خلق السماوات والأرض. أين؟ في غار حراء. وأول ما نزل من الوحي كلمة إيه حبيباتي؟ اقرأ. أحسنتم. وأن جبريل عليه السلام بينزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن حبيباتي تعرفنا على اسم الغار الذي كان النبي يتعبد فيه. ما اسم حبيباتي؟ أحسنتم، غار حراء. هيا بنا حبيباتي على كل طالبة أن تفتح مصدر التعلم صفحة 56 لكي نجاوب معنا على هذا السؤال. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الأولى هو في غار الكعبة، أو في الكعبة أم غار حراء أم غار ثور؟ أحسنتم، غار حراء. أول صورة نزلت من القرآن الكريم هي الفلق، العلق، الإخلاص. أحسنتم، العلق. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ سن 30 أم 40 أم 50؟ أحسنتم حبيباتي، 40. والآن حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح مصدر التعلم صفحة 57، وذلك هي الإجابة على السؤال رقم 3 بمفردها.